طبعا دائره الحكام في الاتحاد، تعرفون دائره الحكام. زين الحين احنا شو استفدنا بالله؟ يلا خل نسال مبارك الدوسري وربعه، شو استفدنا الحين؟ يجيك اخر الموسم يقوم مبارك الدوسري يطامر ويؤشر بعلم الفريق الترشيحي ماخذ الدوري، تروح حق السي في مال هالموسم يا ثلاث ارباع مباريات هالفريق الترشيحي تطلع لك دائرة الحكام تقول والله هدف غير صحيح للفريق الترشيحي تم احتسابه، هدف صحيح لم يحتسب الحكم للفريق اللي ضد الفريق الترشيحي، ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب للفريق اللي ضد الترشيحي، ركلة جزاء غير صحيحة احتسبت للفريق الترشيحي في المباراة. هذا ثلاث ارباع انتصارات ربعك يا مبارك الدوسري، واخر شيء مستانسي ما اخذنا الدوري، يقول لك اخذنا الدوري، مو ثلاث مباريات، ثلاث اربع مبارياتكم كلها قرارات تحكيميه غلط باعتراف دائره الحكام، وتيجي تقول لي والله فايزين بالدوري وماخذين الدوري. راح حاله قبل كم يوم قاعد يحارشك يقول انت ما شفت المباراه يا عمي شو دائره الحكام اللي قالت، مو انا اللي قلت. هذه انتصاراتكم يا مبارك الدوسري كلها بعد المباراه يطلع، وهذه المباراه على فكره انتهت بالتعادل 1-1، يعني هذا الهدف مال الفريق الترشيحي لو مو محسوب كان خسرانين المباراه ولا نقطه، بس شنو ياخذ لك من المباراه نقطه بقرار تحكيمي يقولون بعدين انه والله غير صحيح، ياخذ ثلاث نقاط يقول لك والله بعدين قرار تحكيمي غير صحيح، واخر شيء يقول لك خذنا الدوري. هذا الربع مبارك عموما كحلو عيونكم بس يا مبارك، انتم ربعك بكريستيانو وشوف ايش سوى اليوم، ويا ويلك يا المعيوف يا قروهي يا الحراس الجايين يا البلاهي جايكم كريستيانو.